ندخل على اخبار نادينا الزمالك الحبيب. سله الزمالك تاهلت لربع نهائي كاس مصر، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب تكون عوده انتصارات للسله اللي بتذبح بفاعل لفاعل. الزمالك فاز على مصر التامين 78-66، وبالتوفيق لرجاله الزمالك. المدرب على فكره الجديد شكله كويس. الزمالك المزيكا جاهز لسيراميكا، حلو العنوان. لو حلو العنوان قولوا لي ايه رايكم. الزمالك المزيكا جاهز لسيراميكا، خد الزمالك مباراه غايه في الاهميه غدا امام سيراميكا كليوباترا. والله جه الزمن ان الزمالك يلعب حاجه اسمها سيراميكا كليوباترا، وبعد كام يوم هيلعب لك بتوع السجاير دول كومباني، مش عارف ايه كومباني، بعد كده تلاقي فرقة الحشيش والمعسل وفرقة الدخان التفاحتين وفرقة البطيخ شادر البطيخ. جاءنا اليوم الا الزمالك يلعب سيراميكا. على كل حال الزمالك المزيكا جاهز لسيراميكا، المباراة غدا ان شاء الله في 14 على استاد المقاولون العرب. ولا نعرف حتى الآن لماذا تم نقل المباراة للمقاولين العرب، ولكن لجنة الأندية أهي بتاخد قرارات. لعيبة الزمالك مصرين على تحقيق الانتصارات من جديد بعد التعادل الغريب أمام البنك الأهلي. كارترون ربما يكون مستقر نفسيا شوية، وربما يكون عايز يقرفنا في عيشتنا عشان مرتضى يمشيه ويروح يشوف له حتة تانية. على كل حال والله أنا مرتضى امشيه وارمي له من جيبي ال 30,000 ولا 300,000 دول. استاذ جودت بيقول لكم ده دوري الهجايس، الكل هايس في دوري الهجايس او عنوان تاني اهو. على كل حال الزمالك يضم تشكيله للمباراه كل اثنين محمد ابو جبل وعواد، وفي الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني والونش وعبد الله جمعه واحمد ابو الفتوح ومحمد عبد الشافي والمسلوسي وحازم امام. في خط الوسط طارق حامد وعبد العزيز وامام عاشور ويوسف اوباما واشرف الشرقي واسلام جابر واحمد سيد زيزو ونجم ومصطفى فتحي وايمن حفني. في الهجوم عمر السعيد وسيف الدين الجزيري. على كل حال عمر السعيد وزيزو تماثلوا للشفاء، بس ما نعرفش ممكن يدفع بيهم في الشوط الثاني ما يدفعش. المهم ان اشرف الشرقي هيكون جاهز. اللاعب اللي عليه 100 مليون علامه استفهام، وانا ما بحبش اهاجم اي لاعب، بس هو لازم يفوق او لازم حد كبير زي امير مرتضى منصور يقعد معاه، هو اوباما. اوباما نجم كبير ونجم حريف، بس مش عارفين ماله وايه جراله وازاي حاله. يا استاذه تريس انا هقول لكم شعر النهارده ونسيبنا من البث. فاوباما مش عارفين ايه ماله والله، يعني لو حد عنده خبر يقول لي. كلنا ثقه في امير مرتضى منصور انه يقدر يشوف ايه الحكايه وايه اللي مضايق اللاعب. اكيد عنده مشاكل نفسيه، اكيد معرفش، يمكن متجوز مثلا مراته منكد عليه، او يمكن عايز يتجوز فخطيبته برضه منكد عليه، او يمكن لا مراته ولا خطيبته يمكن حماته منكد عليه، يمكن حاجه في مشاكل نفسيه اكيد بتاثر على اللاعب. هو اتجوز؟ طب كده احنا عرفنا السبب. لا احترم كل السيدات طبعا، الراجل المحترم الزوجه بتديله استقرار، الراجل المحترم الزوجه بتديله استقرار. استاذه ماما زوزو احنا ما نزعلش حد، قناه الجريء قلبها مفتوح للكل بشرط ان ما تجيش حد يزقنا ان احنا نوقف بعض، ويا ريت الكلام كده يبقى مفهوم. لا احنا ما نزعلش حد، وهذا ان انا اصلا يعني عندي كتب وعندي دواهين ومصرنا انا نفتح لكم ونقول لكم الاشعار اللي عندنا. فالثنائي زيزو والسعيد خضعوا لاختبار طبي من الجهاز الطبي في نادي الزمالك الدكتور اسامه، ويعني مش عايزين نقول 100% جاهزين و100% مش جاهزين، ده بيبان قبل المباراه. انا لو المدرب بصراحه ما لعبهمش، مع ان زيزو يعني دلوقتي في الفتره دي حاجه تقيله قوي، بس ما ضحيش بسرعه كده باللاعب ينزل يتخبط خبطه كمان
ما هو بيلعبوا سيراميكا، انت عارف السيراميكا اليومين دول جامد، وممكن يعني حد يأثر فيه. ف دي قرار للمدير الفني اللي لا أثق فيه. طيب عايز أنقل لكم خبر أو ندردش شوية حوالين قناة نادي الزمالك. النهارده فوجئنا جميعا، أو مش النهارده، امبارح وأول وأول، وبقى لنا سنة، وبعدين رجعنا، ولما رجع مرتضى منصور قناة الزمالك تجاهلت العودة. قلنا يمكن المؤتمر الصحفي، تجاهلت المؤتمر الصحفي. قناة الزمالك ليست تابعة لنادي الزمالك، قناة الزمالك تابعة لإعلام المصريين. قناة الزمالك بيقودها الأستاذ فتحي سند، ومعه مع مجموعة من الناس. قناة الزمالك في مشاكل بينها وبين مرتضى منصور. الذي علمناه عشان نقول الحيادية إن قناة الزمالك منعت من دخول نادي الزمالك، وعلى اثر ذلك مش عايز حد يستعجل في انه يقول الراي، خلينا نقول كل التفاصيل اللي عندنا وبعدين نحلل الموضوع مع بعض في 5 دقائق كده ونشوف الصلاح ازاي. اول حاجه هي تجاهلت، انا قلت اهو بقى لها سنه بتتجاهل مرتضى منصور، بل كان في ناس بتهاجم مرتضى منصور في القناه بالرغم ان هو انشاها. دي اول حاجه. تاني حاجه، لما رجع مرتضى ما جابوش سيرته خالص، تجاهلوا الموضوع. نمرة 2، نمرة 3، مرتضى منصور منعهم من دخول النادي، فكان رد فعلهم ان هم تجاهلوا المؤتمر الصحفي بتاعه. يقال لما بتسألهم هم، لما بتسألهم هم بيقول لك في قرار من المجلس الاعلام بعدم ظهور مرتضى منصور، واحنا بننفذ القرار حتى لا يتم ايقاف القناة. ده ردهم. وكمان مرتضى بيعاند معانا انه بيمنعنا من دخول النادي، احنا اصول ندخل النادي ونغطي زي ما احنا عايزين، ولا هم كتبوا كده، ده رايه. على الجانب الاخر مرتضى منصور زعلان، بيقول لك دي خالاتي واحتلوها وما وقفتش جنبي، و يعني كان ليها دور سيء جدا في التعامل معاه. ده كلام برضو مظبوط. طيب القناه عملت ايه قدام هذا الموضوع؟ حبت تلطف، فأذاعت اليوم بعد الظهر لقطات من المؤتمر الصحفي اللي عمله المستشار مرتضى منصور، أذاعته مساء اليوم يعني، ده كنوع من الايه، يبتدي يهدوا اللعب كده. وسلطت القناة من خلال برنامج أخبارنا الضوء على ما أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس نادي الزمالك، وتحدث فيه عن العديد من الملفات المتعلقة. بادرت خير. الكلام اللي كان واصل ان مرتضى منصور منعهم دخول النادي وشيء من هذا القبيل. الموضوع مش محتاج عنترية. ليه مش محتاج عنترية؟ لان دلوقتي كل القنوات الفضائية ما حضرتش المؤتمر الصحفي، كل الناس اللي كانت موجودة مع احترامي وتقديري كلهم مواقع الكترونية وحاجات كده يعني. والناس اللي كانت تسألني، أصدقائي اللي كانوا يسألوني على الخاص أو عبر زوم والحاجات دي اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض، كان بيقول لي ليه مرتضى منصور ما عملش المؤتمر الصحفي في النادي وأجله يومين وعمله في مكتبه؟ قلت لهم هو بيحاول يفرض على القنوات الفضائية اللي منعت اسمه وظهوره في فترة الإنهيار تيجي وتحضر، لأن هو هيقول قرارات مجلس الإدارة، فهو عايزهم غصبا عنهم يجوا وتبقى يفتح صفحة جديدة، كنوع من الذكاء يعني. عايزين مرتضى منصور الأول، هل ما زالت المشكلة مع إعلام المصريين قائمة وهو موقوف ولا اتشالت؟ طيب بالنسبة للقناة، هل القناة ملك الإعلام المصريين ولا ملك نادي الزمالك؟ ده سؤال يعني خطير جدا جدا جدا. ما هي لو ملك إعلام المصريين زي ما هما بيقول يبقى كارثة كبيرة، يبقى أنت غلطت يا مرتضى منصور إن أنت عملت القناة تبع إعلام المصريين. تعالى يا حبيبي أنا أعمل لك قناة تبقى من بره وتتزعوها من مصر وبتاع وما يمسكهاش اي حد. ما هي كارثه كبيره ان انت تبقى قناه الزمالك وماسكها اعلام مصريين، كارثه كبيره، كارثه كبيره. ده خطا كبير ما يقعش في عيل صغير. هي ملك اعلام مصريين. طيب وهتنها ملك اعلام مصريين؟ طب مرتضى دخل الانتخابات وسقط،
الوزير شاله بعد اسبوعين. احنا بقى يعني طول عمرنا كده بناخد على قفنا؟ مش معقوله كده يا جماعه، مش معقوله. وبعدين اين الاعلام الزملكاوي؟ مرتضى منصور ما زال الخطا الرهيب اللي عمله قبل بتشال من شهرين، وها هو يكرره، ان هو اعلن في المؤتمر الصحفي النهارده انه بيدعو كل اصحاب الصفحات والجروبات عايز يقعد معاهم يوم الجمعه. على فكره كان وبال عليه لما عمل كده. في ناس مرتزقه يا جماعه، في ناس بيحبوا الزمالك بجد وفي ناس مرتزقه. اللي بيحبوا الزمالك بجد هيخلصوا للزمالك بدون ما نقعد مع بعض وبدون ما تديني تيشيرت وبدون ما تديني فلوس. متفقين؟ المتفق معايا المتفق، بحب الزمالك. بحب الزمالك يبقى ما تدينيش تيشيرت وما تدينيش فلوس. ما بقاش ليا ظرف اخر شهر، اصل لو انا لو جيت شهر ما اديتنيش الظرف هقلب عليك واشتمك. لان انا مرتزق. طب ليه احنا بنصنع مرتزقه؟ ليه نفس الغلطه؟ صنع مرتزقه قلبوا عليه، طلعوا عليه ان هو ما كانش في حاجه اسمها ابو سنيده، وان هو اللي اخترع الموضوع وهو اتفق معاه، بهدلوه خالص. فليه مره ثانيه عايز المرتزقه؟ طب ما انت يا معالي المستشار مرتضى منصور عارف مين بيحب النادي باخلاص، سواء صاحب جروب، سواء صفحه، صاحب لايف، صاحب يوتيوب، صاحب صحفي في جورنال. مش لازم ان انت ترشيه، مش لازم ان انت تديله تيشيرت، مش لازم اللجنه الاعلاميه تديله ظرف. ما نحولهمش المرتزقه. خلي حب الزمالك ده حاجه نظيفه قوي، خلي حب الزمالك ده حاجه راقيه. والناس اللي زي كده اللي تلاقيهم بيحبوا الزمالك برقي، اتعامل انت كمان معاهم برقي. تعالى مثلا في ماتشات الزمالك ابعت له تذكره، قول له او تذكرتين ثلاثه، قول له تعالى شرفنا انت باسرتك. وهو مثلا لما يجي واحد واحد كده، يعني انا بقول كلام اصول اللي هم يعملوه لوحدهم، ولما يجي الناس يجي هو واسرته يبقى له مكان حلو في المدرجات، يجيب له وجبه من النادي، يعني حاجات لذيذه كده. في حفلات التكريم، بدل ما تكرم حسين لبيب وتكرم فنكوش الفراكيش، اعزم الناس دي واديله درع وكلمتين حلوه. انما القعدات بتاعت الصفحات والجروبات مش يعني، في ناس مش مثقفه خالص، وفي ناس مريضه بالشهره والوهم، بيقعدوا يكتبوا بيعملوا، هتبقى هيصه، هتبقى هيصه، هتبقى مليصه، ولا مليطه، مليطه. عملها قبل ما يمشي بشهرين وكانت وبال عليه، وهو يكررها ويقعد معاهم يوم الجمعه. حضراتكم اكتر مني، انا ما بدخلش الفيسبوك خالص، حضراتكم اكتر مني دخولا للفيسبوك، وعارفين الفيسبوك مخترق قد ايه، وعارفين ان 99% من الجروبات والصفحات بيديرها اهلاويه. انا مش بقول كلام على فكره، حضراتكم عارفين كويس جدا. ولما يكون مرتضى منصور هيقعد مع ناس اهلاويه ربنا يستر عليه جاي. اظن احنا كده قلنا بقى ايه التحذير بطريقه لطيفه وطريقه حلوه وطريقه لذيذه، وانا يعني نقلت برضو الكلام ده لمن اصحاب القرار. نكمل مع بعض ولا تحب ندردش اكتر في الموضوع ده؟ كلام كده واضح. امبارح كان في نهايه البث كنا قلنا خبر عن الاستشكال بتاع الاخ كمال شعيب ومصطفى عبد الخالق، بس طبعا ما كانش فيه موجود عدد كبير معانا، فنعيد الكلام عليه سريعا عشان الناس اللي مش متابعه الموضوع. مره اخرى بشكر المحترمين اللي عاملين لايكات، ما زالت اللايكات قليله، فاذا ما زالت الاسرار قليله. انا عندي سر كبير على حوالين موضوع كبير نفسي اقوله النهارده، ليا مزاج ان انا اقوله وادردش فيه مع بعض، بس اللايكات قليله قوي، فممكن نخليه لبكره بعض، ما مش هيتحرق يعني، هيتم موجود. فنكمل مع بعض. بالنسبه للاخ كمال شعيب ومصطفى عبد الخالق، جات لهم صدمه شديده، لانهم كانوا بيتخيلوا ان هم بالاستشكال اللي هم عاملينه هيوقفوا مرتضى منصور عن استلام النادي، لكن محكمه القضاء الاداري اجلت الاستشكال الى جلسه 19 ديسمبر الجاي. بعد شويه ممكن اخونا المحترم الاسواني يكون موجود ونساله نفس السؤال العبيط اللي انا بستعبط واساله له، هل لو يوم 19 يا معالي الاسواني هم خدوا حكم بتوقيف استلام مرتضى منصور ممكن فعلا يتوقف؟ ساعات انا بستهبل في الاسئله، بس ممكن نسمع اجابه تريحنا كلنا وتخلينا ما نبقاش قلقانين. نكمل مع بعض.
ده في الدايره الثانيه على فكره اللي كانت بتنظر قضايا مرتضى منصور، وهم بيحاولوا يوقفوا استلامه للنادي. على فكره انا عندي سؤال برضو، هل حتى الان، طب خليه للاخر، خليه للاخر عشان لسه، بس عشان تعرفوا ان موضوع الزمالك مش موضوع سهل، هساله في الاخر لان شايف انا قلت اللايكات سته بس ولا بتاع زوده، ربنا يحفظك معايا للمستشار اسوان. هسالك سؤال مهم ان شاء الله لو لينا عمر في نهايه البث، هل ما زال موضوع مرتضى منصور حتى الان؟ ايه الموضوع ده بقى؟ كلام مهم وكلام خطير هنتكلم فيه ان شاء الله بعد قليل. بالنسبه للكابتن محمد صبحي اللي احنا قلوبنا متالمه جدا جدا حوالين انه هيمشي، والناس بتقول رايح الاهلي والكلام الكبير اللي احنا عارفينه. مستشار مرتضى منصور قال ان قرارات اللجنه دي قرارات باطله ولا يتخذ بها. الاستاذ محمد فاضل قال لا يتخذ بها، وبيتخذ باي عقود هم عملوه. احنا في يعني في لخبطه مش قادرين نفهم كلام مرتضى منصور صح وكلام الاستاذ محمد فاضل صح، ولا العقود اللي ابرمها صح، مش قادرين نفهم. فخرج علينا النهارده الاستاذ محمد بيومي خبير اللوائح الرياضيه، البعض بيحبه والبعض ما بيحبوش، ده موضوع ما يخصنيش، بس نفهم هو قال ايه. قال ان اللجان المؤقته التي تتولى رئاسه اي نادي او مؤسسه رياضيه يكون عملها في حدود صفاتها المؤقته. نركز مع بعض كده 3 ثواني ونشوف هو بيقول ايه، واكتبوا لي دائما الله فوق الجميع على التكست. قال ان اللجان المؤقته التي تتولى رئاسه اي نادي او مؤسسه رياضيه يكون عملها في حدود صفاتها المؤقته، ولا يجوز لها ابرام تعاقدات او اتخاذ قرارات تتخطى مده تكليف اللجنه. وقال ان هناك استثناء وحيد يمنح اللجان المؤقته الحق في ابرام تعاقدات تتخطى مده تكليف اللجنه، تتمثل تلك الحاجه في ان تكون تلك التعاقدات مصنفه باعتبارها مندرجه اعتماد الظروف الطارئه والملحه. من ضمن تلك الحالات التعاقدات الخاصه باللاعبين. وحول ما اثير على لسان المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك بخصوص عقد اعاره محمد صبحي الى فريق فرقه، ان كان من حق اداره الزمالك الغاء هذا التعاقد كونه تم في وجود لجنه مؤقته تدير النادي. قال ان وجود لجنه مؤقته في اداره النادي وقت توقيت العقود لا يبطل التعاقد. وقال اكتبوا لي الله فوق الجميع عشان في بعض الناس بتدخل تغلوش عايزانا نسيب القناه ونروح نتفرج على القنوات الثانيه. اكتبوا لي الله فوق الجميع. وقال ان هويه الشخص الذي وقع العقد اعاره محمد صبحي الى فرقه ليست امرا ذا اهميه، مشددا على ان وجود الختم الخاص بالنادي على العقد يجعله صحيحا ايا كانت هويه من وقع العقد ممثلا عن نادي الزمالك، سواء كان عضو بلجنه معينه تدير النادي او عضو مجلس اداره منتخب. وقال ان الحاله الوحيده التي يمكن من خلالها الغاء عقد اعاره محمد صبحي الى فرقه تتمثل في اثبات وجود تجاوزات ماليه او سرقات صاحبت التعاقد، على ان يتم اثبات ذلك من خلال تحقيقات رسميه تجريها النيابه العامه، وفي هذه الحاله فقط يمكن الغاء التعاقد واعتباره كان لم يكن. واذا ممكن الزمالك انه يعارض انتقال صبحي بشكل نهائي الى فرقه بناء على بند الشراء النهائي الموجود في عقد اللاعب، قال انه في حاله تضمن العقد عباره دون الرجوع الى الزمالك فان البند الخاص بالشراء النهائي للحارس لن يكون مقدور اداره الزمالك في هذه الحاله منع انتقال الحارس، لانه وقتها سيكون حق النادي فرقه تفعيل البند المشار اليه بمجرد اختيار الزمالك بذلك، وايداع مبلغ 20 مليون المنصوص عليه في العقد بالحساب الرسمي البنكي نادي الزمالك. كلام جميل واضحة ولا في حد مش فاهم؟ اعتقد واضحة كده. وقال
انه في حال لم يتضمن بند احقيه فاركو في شراء الحارس الزمالك اي اشاره لضروره موافقه الزمالك من عدمه، فان اتمام شراء الحارس بشكل نهائي لابد ان يسبقه موافقه رسميه من اداره نادي الزمالك يتم مجرد اصدار شهاده انتقال اللاعب عبر نظام الانتقالات الالكتروني TMS. وقال الى ان اللي قاله الشيخ مرتضى منصور رئيس الزمالك بشأن عقد إعارة اللاعب مصطفى محمد إلى نادي جالطة سراي التركي إن موقف مصطفى محمد يختلف عن الحارس محمد صبحي، حيث يحتاج النادي التركي لموافقة نادي الزمالك لتفعيل بند شراء مصطفى محمد بشكل نهائي نظير دفع مبلغ 4 مليون دولار. الزمالك يمكنه استعادة خدمات مصطفى محمد برفض تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي. الأمر ذاته يمكن أن يحدث حال رفض مصطفى محمد الاستمرار مع الفريق التركي حتى في حال اتفاق الزمالك وجلطة سراي على تفعيل العقد. واضح؟ كلام جميل، كلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه. الرجل وضح لنا الكلام وأكد ما تفضل به الأستاذ محمد فاضل. إحنا قدام حالتين، حالة محمد صبحي ممكن فرطه كو ياخده بدون ما يرجع للزمالك، لان العقد الغبي اللي عمله واحد غبي ووقف عليه رئيس لجنه غبي واعضاء لجان اغبياء وشؤون قانونيه اغبياء جعلت انا برضو كل شويه هقعد اضحك. مرتضى منصور هيكرم الناس دي على البلاوي اللي عملوها، مش عارف ازاي بصراحه، بس خلينا نضحك. يعني ادوا لنادي فاركو انه يشتري افضل حارس في مصر لسنوات طويله قادمه بدون ما يرجع للزمالك. اما في عقد مصطفى محمد فلجنه الفناكيش كانت عامله شرط لازم موافقه الزمالك ولازم موافقه اللاعب. هذا هو الفرق. يعني احنا ممكن نرجع مصطفى محمد، وللاسف مش هنقدر نرجع محمد صبحي. اللهم اذا بالعلاقات الطيبه اذا كان لمرتضى منصور علاقات طيبه مع فاركو. انا عندي سؤال، هل العقد فيه ان اللاعب يوافق او لا؟ لو النقطه دي موجوده انا اعتقد ان محمد صبحي هيرجع الزمالك، اعتقد هو حسب العقد. يعني احنا مش عايزين، احنا لسه قدامنا العقد ولا شفناه، احنا بنقول الاراء الناس اللي شافت العقد، فلازم كل واحد فينا ما يقولش معلومه وهو ما شافهاش عشان ربنا يحاسبنا على الكلام اللي بنقوله. انا ممكن اطلع اقول ايه، العقد بيقول ان لازم موافق محمد صبحي، انا ما شفتش، وكلام مرتضى وكلام خبير اللواء الاستاذ بيومي ما قالش الكلام ده خالص، ما فيهوش النقطه دي نهائي. نتمنى ان يكون كده في حاجه بتقول ان رغبه اللاعب ولا بتوفركم يكون عندهم احترام ان هم يسالوا اللاعب، والا تبقى كارثه، والا تبقى كارثه. انا مش عارف مرتضى منصور هيكرم هيسير لبيب ازاي على الواقعه دي. دي واقعة، دي كارثة، دي ناس كانت جاية تخرج في الزمالك يا معالي المستشار مرتضى منصور، ده مش بيحبك ولا بيحب الزمالك، ده تلميذ حسين لبيب اللي انت بتقول صديقي، ده تلميذ حسن مصطفى. مين حسن مصطفى؟ حسن مصطفى هو قائد كل ما فعل ليك، هو اللي طلع في التلفزيون وقال ان هو تحدث مع الرئيس السيسي مرتين بشأن مرتضى منصور. يبقى حسن مصطفى واليخت ورجالة اليخت واللي عين حسين لبيب مدير لبطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، وهو حسين لبيب بيقول أنا تلميذه وهو ده بيقول ده أنا تلميذي، وهم حاجتين في حاجة واحدة. هذا حسين لبيب التلميذ المهذب. يعني احنا لولا حسن مصطفى ضغط على الوزير ما كناش شفنا حد اسمه حسين لبيب، ما كناش نعرفه اصلا. يعني حسن مصطفى هو اللي جاب حسين لبيب رئيس النادي، ومن هنا حسين لبيب دخل جه يخرب بالاوامر. طب سؤال المستشار مرتضى منصور، صديقك حسين لبيب ليه ما حضرش كاس العالم لكره اليد اللي كان في هنا الزمالك؟ يا ريت مرتضى منصور يطلع يرد، صديقه حبيبه المخلص اللي كان بيحاول يعمل حاجات في الزمالك ليه ما حضرش كاس العالم؟ وليه حضر الخطيب؟ وليه حضر حسن حمدي؟
يا جماعة دول الناس كانوا متفقة على تدمير الزمالك بس بمنهجية، بمنهجية. الأولانيين المستشارين كانوا مش فاهمين، فكان إبراهيم عبد الله وفاروق جعفر بيضحك عليه وآخرين يعني، وأيمن يونس. أنتوا فاكرين الشلة اللي كانت أول ما مسكوا المستشارين دول؟ كان في ناس بتطلع وناس تغيب وناس تروح وناس تيجي، أشهرهم أيمن يونس اللي كان واخد الدنيا. فكان لجنة المستشارين مش فاهمين، ناس بتوع قانون وناس مشجعين درجه ثالثه وما لهمش في الهيصه. فكان ابراهيم عبد الله شويه، ايمن يونس شويه، كان بيضحك عليهم. ومع ذلك لا، احنا شايفين العقد بتاع مصطفى محمد يعني حلو مش وحش، ما طلعش منهم الكارثه دي. اما لجنه حسين لبيب دي لجنه ممنهجه يعني، فاهمه ان هي جايه تدمر الزمالك ازاي. ايقاف قيد، تطفيش لعيبه قبل ايقاف القيد، وعارفين من شهر مش عارفين ايه، يوم ماشيين لك خط الهجوم، ممشيين لك اثنين حراس مرمى، ممشيين لك احسن 24 ناشئ من افضل ما انجبت الكره المصريه، مطلعين افضل لعيبه عندك اعارات. يعني لما لحقنا في الاخر ده كان مصطفى فتحي ونجم والناس دي ما كانش هتيجي، كانوا ابتدوا بيبيعوهم لو تفتكروا، لولا قناة الجريء والناس الإعلاميين المحترمين اللي قعدوا حضراتكم في الصفحات والجروبات انقذوا ده، ما فيش قيد وهم بيطفشوا اللعيبة. ولحقنا لجنة حسين لبيب دي لجنة، مرتضى منصور طلع قال دي لجنة العار. يا لجنة العار انت حسين يا لبيب، مش انا قلت لك وحذرتك من موضوع؟ انا برضو همشي مع الكلام اللي قلته حضراتكم على التكست ان مرتضى منصور مجبر. لذلك انا النهارده قايل ايه في العنوان؟ مرتضى مجروح والخطيب مفضوح. خدتوا بالكم من العنوان ده حلو ولا وحش؟ مرتضى مجروح ليه؟ لأنه مرتضى أسد، مرتضى رجل، مرتضى رمز، مرتضى حاجة كبيرة. فلما يكبر مرتضى منصور على أفعال هو لا يرضى عليها، حتى في نظراته في طريقة كلامه تحس إن هو مكسور، مكسور شوية. فمن هنا بنقول مرتضى مجروح، عشان كده احنا مش هنجرحه اكتر، احنا هنحاول نكون احنا البلسم اللي يساعده، واللي هو ما يقدرش يقوله احنا نقوله. يعني هو دلوقتي لما 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 يتجاهل تكريم حسين لبيب والوزير يقول له انا مش قلت لك تكرر حسين لبيب، هيقول له انت مش شايف الاعلام الزملكاوي عامل هجوم علينا ازاي؟ مش شايف قناه الجريء فاتحانا ليل نهار؟ مش شايف الناس المحترمين في الصفحات والجروبات بيعملوا بوستات لا لتكريم لجنه العار؟ مش شايف ومش شايف انا ما اقدر ازاي ان انا اقف قدام الناس دي؟ يبقى احنا كده بنسند الظهر مرتضى منصور وبلسم الجرح بتاعه، بنساعده. اما لو تطلنا لا 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 من حقه هو مرتضى منصور ده، اصله فكره عالي وبيفكر في حاجات اعلى مننا، لا 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 لا، ده شغل الناس المرتعشه، ده شغل الناس الضعيفه، ده شغل الناس المريضه. لا احنا نكون هو مجروح، هو فعلا مجروح. وعلى فكره الناس يعني اتقال لي الكلام ده بشكل واضح، ما تضغطش عليه اكتر يعني، عشان هو شويه مجروح بس هو بيحترمك وبيقدر القناه، ويعني انتوا اعظم ناس في عيونه، وده شيء كويس. فاحنا مش هنضغط قوي، بس خلينا نضغط ان احنا نقول كلمه الحق دايما. احنا لما نقول احنا موقفنا كقناه الجريء وموقف الزملكاويه المحترمين بنرفض تكريم حسين لبيب، وبنرفض تكريم اي حد واطي ساهم في ذبح نادي الزمالك، احنا كده من اول ظهر مرتضى منصور، وهنخليه قدام اي حد يقول لك لا 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 انا مش قد الناس دي، لا 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 انا مش قد هجوم الزمالك. وانتوا انتشروا في الصفحات والجروبات واعملوا بوستات واعملوا حاجات لا لتكريم لجنه العار، لا لتكريم، ونعملها ترند ونعمل ونشتغل عليها، ونسيبنا بقى من الناس المرتعشه بتوع الفيسبوك اللي متغلغلين وسطنا والمتغلغلين هنا وهنا، وكلهم اهلاويه على فكره. استاذ منير لو موجود يحكي لكم الصفحات والجروبات كلها مخترقه. فمن هنا احنا بلسم جروح لمرتضى منصور، اللي مش هيعرف يقوله والله هنقوله، واحنا في ظهرك يا مرتضى وما تقلقش، وعمر ما هنخلي نظره عينيك مكسوره. لا انت اسد وانت بطل وانت رمز، حتى انك رمز للزمالك، حتى انك رمز كبير، وهنشيلك فوق الدماغ ومش هنسيب حد. مش عايز اقول الفاظ وحشه. الاخ الثاني هروح بسرعه وبعدين ارجع ل
شويه اخبار في الزمالك. بس خلينا نقول الاخ الثاني اللي هو مفضوح. الاخ الثاني المفضوح، احنا قلنا مرتضى مجروح والخطيب مفضوح. ليه مفضوح؟ ايه كم الغباء اللي عندك وعند اللي حواليك وعند شوشو؟ ايه اللي بيطلعك امبارح في يوم احتفاليه الزمالك بعوده اسده وطلع تهبل وتهطل وتهلفط ولا عارف تتكلم ولا عارف تتنيل على عينك يا بتاع معهد التعاون، مع التعاون ولا معهد الصناعيه ولا معهد ايه اللي مطلعك فيهم زي ده؟ ده انت مفضوح والله العظيم. يعني رحنا بطوله العالم لكره اليد، رحت تتنطط هناك عشان ايه؟ يضايقنا. مفضوح مفضوح. كسبناك في الدوري، نزلت لي بحته ورقه واجتمعت مع اللعيبه في نص الملعب، مفضوح. مسخرناك في اليد برضو وعمل نفس الحركه، مفضوح. ورحت خدت المدرب بتاع السله، كل تحركاته مفضوحه، خدت مفضوح. ما عليكش اي انجازات وبتقلد طريقه الكلام المرتضى منصور، مفضوح. كل تصرفاته مفضوحه، كل تصرفاته مفضوحه. انا مش فاكر له، بس انتوا اكيد فاكرين كل حركاته اللي بيحاول فيها يستفز جمهور الزمالك. الخطيب مفضوح. طب الفضيحه الاكتر، الفضيحه الاكتر اللي حضراتكم اتكلمتوا فيها واستاذ احمد فاضل اتكلم فيها، والموضوع اللي الفيديوهات الرائعه اللي قصيناها وبعتناها لاصحاب القرار، وانا قلت لكم ما تقلقوش والله لو جاني الفيديو التاني ما تقلقوا، هو جمهوره الكاره لمصر اللي عندهم خيانه وطنيه. ما هو يا جماعه هو اللي بيبعت الجمهور، ما اللي هم اللي بيختاروا الاسماء دي، والاسماء بتاع 349 مشجع دول اللي راحوا الماتش الاولاني بتاع الماتش الاهلي والزمالك ومحدش عمل لهم قرار، وبعدين راح تاني ماتش تاني تحدي الدوله وتحدي الرئيس وتحدي السلام الوطني. ما دول العيال بتوع اسمه ايه، محمود الخطيب واللجنه الاعلاميه والزفت الاطران، دول ناس مش وطنيين. فالنهارده بناء على ضغط جمهور الزمالك العظيم وكلامكم الرائع، النهارده لجنه الانديه المحترفه اصدرت قرار بهرمان 349 مشجع اهلاوي من التواجد في المباراه المقبله للاهلي، بعد انهم الحركات اللي عملوها اثناء النشيد الوطني في مباراه غزل المحله وقفوهم ماتشين. طب ازاي وقفوهم ماتشين؟ اتصلوا بشركه تذكرتي وقالوا لهم ادونا اسماء الناس دي عشان نمنعهم من الدخول، مع تحذير شديد انه في حال تكرار مثل هذه التصرفات سيتم حرمانهم من الحضور حتى نهايه الموسم. طب سؤالي، ده حق المدرجات وحق الكوره انتوا عملتوه، طب حق البلد فين؟ انتوا خدتوا الاسماء بتاعة 349 ووقفتوهم على الحضور، برافو. الله ينور عليك يا لجنة الأندية، أنت لجنة ما شاء الله عليك. أين حق البلد من الخطيب و 349 واحد اللي بعتهم بالاسم؟ هو اللي اختارهم إن هم يحضروا، بيختاروهم بالاسم. فأنا بطالب أجهزة الدولة وأمن الدولة والداخلية وكل حد محترم في هذه البلد إنه يتصلوا بتذكرتي وياخدوا هم كمان ال 349 اسم، يشوفوا بقى بينهم ايه الحرامي، وبينهم اللي عليه احكام، وبينهم اللي متهرب من التجنيد، وبينهم اللي تبع جماعات ارهابيه، وبينهم المدسوس، وبينهم الابيض، وبينهم وبينهم. انا بس بقول لكم اكشفوا عليهم مش اكتر يعني. اصل مش هنلاقي اوسخ من ال 349 دول. مش هتلاقي اوسخ منهم. انا متاكد ان لو اجهزه الداخليه، اتمنى بس ان الداخليه تكون برضو يعني وطنيه، يعني ان اجهزه الداخليه تكشف على اساميهم بس هتفوزوا بحاجات كتير. هتلاقي اللي تاجر مخدرات، هتلاقي الشمام، هتلاقي الصايع، هتلاقي الضايع، لان دول مش مصريين. مش مهم يكونوا تبع مين، المهم ان هم مش مصريين، مش وطنيين، رجالة بيبو المفضوح. هنرجع شوية نتكلم عن خبر في نادي الزمالك، وبعدين أكلمكم عن قضية نادي القرن الجديد فيها، بس مش عارف الوقت معنا قد إيه، نشوف الوقت قد إيه، ورجاء رفع اللايكات عشان نقدر
نقول كلام مهم. هنا اتكلم على الخبر الاخير ده او قبل الاخير. هفتح الزوم لاساتذتنا اللي يحب يدخل معنا. نعمل مداخله سريعه كده لاساتذتنا يعلقوا على الاخبار النهارده قبل ان نغلق هذا البث الجميل. الموضوع موضوع البلد، حق البلد. عجبكم المداخله بتاعت الدكتور امبارح اللي كانت في نهايه البث والاسئله الطبيه؟ لو عجبتكم ممكن الدكتور ان شاء الله يعمل لكم حلقه كل اسبوع. انا شخصيا عجبتني وشعرت ان الراجل ده علامه مش دكتور عادي. مش عارف ايه رايكم. دكتور محمد يحيى طبعا المحترم جدا الزملكاويه كانت جميله فعلا. الزملكاويه الحلوين المثقفين دي النوعيه كده اللي تخليك تعشق الزمالك. الزوم مفتوح الان لاساتذتنا الغاليين. نقول اخر خبرين معانا ونتكلم شويه عن قضيه نادي القرن ونسمع اساتذتنا. بالنسبه لحبيب القلوب او امير القلوب امير مرتضى منصور، عقد جلسه مع كارتيرون اثناء المعسكر المغرق لفريق الزمالك امام سيراميكا، وقال المدرب بما معناه او فيما فحواه ان الاداره تثق فيه وتسنده ولا تفكر في رحيله على الاطلاق، ووعده بتلبيه طلباته في الفتره المقبله. وكارتيرون اتكلم معاه في الازمه الماليه اللي بيمر بيها النادي وتاثر على الفريق، وان اللعيبه بقى لهم كتير ما خدوش مستحقاتهم. امير وعده بايجاد حلول سريعه لازمه الازمه الماليه، وقال له كمان هنسعى لحسم ملف تجديد اللعيب اللي تنتهي عقودهم، وقال كمان ان هناك حلول لازمه منع القيد هيمشوا فيها في الفتره الحاليه. واتفق امير القلوب مع كارتيرون على عقد جلسه مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك في مكتبه يوم الجمعة الجاي إن شاء الله، تكون فيها أمير وكارتيرون والمترجم والمستشار مرتضى منصور. والسمسار ممنوع من دخول النادي، صدر القرار بمنعه من دخول النادي، اسمه حازم حاجة زي كده، منع من دخول النادي. كمان هيناقشوا يوم الجمعة في المدرب العام والمدرب المساعد. أنا كل ثقة في أمير مرتضى منصور، كل ثقة في ان مجلس مرتضى منصور هيحل ازمه قيد اللعيبه، هيحل المشاكل الماليه. انا واثق من الكلام ده، انام واغمض وعارف ان هم هيحلوا. موضوع بقاء كارتيرون مش عارف. انا برضو ما زلت عند رايي ان كارتيرون هيهرب هيهرب. اصل هو متعوده، حازم فتوح متعوده متعودة دايما، هو متعود على الهروب فلازم يهرب. شايف برضو اللايكات قليلة فهأجل موضوع بتاع نادي القرن شوية لحد ما نشد مع بعض في اللايكات والمشاركات. رابط الفيديو موجود الآن في صفحة الفيسبوك للي يحب يشاركنا يا زملكاوية محترمين.